حسن سكوري. أطفال القرى بجبال الأطلس المتوسطة والحاجة إلى العلاج في الأجواء الباردة لهذه السنة هي المهمة الإنسانية التي جاءت من أجله قافلة طبية متعددة التخصصات. أشرف على افتتاحها وزير الصحة واستمع في الميدان إلى انتظارات المواطنين. جينا كطاقم كامل ومتكامل باش نتكلفوا بهاد الناس مدة 3 أيام، هذا غير كافي. هذه تجربة أولى باش نشوفوا شنو هم المشاكل اللي غادي نعيشوها. احنا بغينا نجيب مستشفيات متنقلة اللي نجلسوا مع هاد الناس اللي تستاهلوا كل خير الوقت اللي بغاو، حتى نفديو المشاكل تسعى في هاد يعني في هاد القرى، وعاد نمشيو للمناطق الأخرى. كما كتعرفوا أن الصحة في العالم القروي فهي عندها يعني محاور، بحيث ان المحور الاول هو تاهيل جميع المراكز والبنيه التحتيه ديال الصحه اللي عندنا في يعني في الباديه. كذلك هناك الفرق المتنقله اللي هي، ويكون هناك كذلك القوافل الطبيه. أنفقو، أنمزي، تنفيت وآغديما، أربعة قرى استفادت من خدمات طبية مجانية أشرف عليها 225 من الأطر الصحية من بينهم عدة أخصائيين. ذات الزريق كي الفتيح جئت لإجراء عملية جراحية على عيناي، بالإضافة إلى إجراء فحوصات حول الجهاز التنفسي. إنها لمبادرة جيدة. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه القوافل الطبية. المراكز الصحية المتواجدة بهذه القرى لا تلبي جميع الحاجيات، تتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الطبية المتخصصة لا تزال مستمرة في هذه الأثناء، قافلة تهدف بالأساس إلى تعزيز الأنشطة الوقائية والعلاجية وتلبية حاجيات سكان الأعالي في مجال الرعاية الصحية.